سلام بنات، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. البنات غادي نشارك معكم من اله الكواري ديال السردين. كيجيو البنات بالمذاق ديال اللحم، كيجي البنات رائع رائع بزاف. الا مشيتي تجربت هذه الطريقه غادي تولي معتمده عندك. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. انا البنات خديت واحد 2 كيلو ديال السردين، من بعد ما نقيتو وطحنتو في الهشوار ما شاركتهاش معكم. كلشي الاخوات كيعرفوا ينقيو السردين. غادي نحتاج واحد الكميه ديال الربيع. من بعد غادي نضيفو معلقه صغيره ديال التحميره، راس المعلقه ديال الحرقم البلدي. غادي نضيفو واحد الكميه قليله ديال القزبر مطحون، وغادي نحتاج واحد الكميه ديال زيت الزيتون. غادي نحتاج هنا واحد الراس ديال المعلقه ديال القرفه. غادي نحتاج هنا شويه ديال الملحه، والملحه كتجي على حسب الذوق. هنا غادي نخلطوا المكونات بين التوابل وبين الكفته ديال السردين. الا مشيتو تجربت هذه الطريقه غادي تولي معتمده عندك. من بعد ملي خلطت المكونات غادي نضيف واحد 2 ديال المعالق ديال الفينو. من بعد غادي نضيفو واحد 2 ديال الدروس ديال الثومه. صافي البنات، غادي نشكل دابا فيهم الكريات، يكون شويه متوسطين. غادي نستمر دابا في الكريات ديالتي ديال السردين، تنكمل الكميه اللي عندي وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هنا غادي ناخذ الطنجره، غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الزيت النباتيه. من بعد ملي خليت الزيت تتقلت لينا، غادي نضيف هنا واحد البصله اللي طحنتها في العشوار. صافي هنا غادي نخليو دابا البصله تتقلى لينا مزيان وتاخذ ليا واحد اللون الذهبي، وكتجي البنات المذاق كتجي البنات بنينه. من بعد غادي نحتاجو هنا واحد الحبه ديال الماطيشه مطحونه، واللي مخلط مع شويه ديال الربيع. من بعد غادي نضيف لي واحد ملقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الحرقم البلدي. غادي نشحر دابا بين التوابل وبين البصله، غادي نخليوها دابا تتقلى لينا وتاخذ لينا واحد اللون الذهبي. من بعد غادي ناخذ واحد 2 ديال المعالق ديال الماطيشه السائله، غادي نضيفو غير واحد الكميه قليله. من بعد غادي نشحر بين الماطيشه السائله وما بين البصله. صافي غادي نضيفو دابا الكوري ديال السردين. من بعد ملي حطيت الكوري ديال السردين غادي نضيف هنا الزيتون البلدي. غادي ناخذ واحد طرونش ديال الحامض، واحد الفلفله الحاره اختياري. صافي هنا البنات غادي نغطيو دابا على الطنجره، وغادي نخليها طيب لينا واحد المده ديال 15 دقيقه اولا 20 دقيقه، ما غاديش تاخذ لكم واحد الوقت طويل. صافي هنا البنات، من بعد ملي طاب ليا الكوار ديال السردين وكيبقاو بالمذاق ديال الكفته ديال اللحم، الا مشيتو تجربت هذه الطريقه غادي تولي معتمده عندك. صافي هنا البنات، من بعد ملي غادي نحط دابا الكوار ديال السردين وغادي نرافقها بشويه ديال البطاطا مقليه. الا مشيتو تجربت هذه الطريقه غادي تولي معتمده عندك، وغادي تنسي عليك الطريقه القديمه ديال الكوار ديال السردين.
ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكواري ديال السدية بالمذاق ديال الكفتة. كيجي البنات من ألد ما ياكل من بعد مرافقتها ببطاطا مقلية وكتجي لذيذة لذيذة. كنتمنى تجربوا مع أفضل ديالكم. كنشكركم سوا البنات ودايك في قناتي، كنشكركم على الكومنتيرات وعلى اللايك زوين كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر تهيري فريوسكم. يلا بسلام عليكم.